وحق على المرء أن يسأل نفسه لماذا لا يبكي، لماذا لا يبكي الإنسان ولا يتأثر. على المرء أن يسأل نفسه لماذا لا أبكي عندما أسمع الموعظة والتخويف بالنار وبالعذاب لمن خالف وعاند ولم يطع الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا لا يبكي المرء عندما يسمع المخوفات؟ ولماذا لا يبكي شوقا إلى الجنة؟ لماذا لا يبكي عندما يتذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم والأحوال التي وقعت وما كان مما وقع بهذه الأمة؟ لماذا لا يبكي الإنسان؟ الإنسان ينبغي عليه أن يسأل نفسه، أمن قسوة القلب هي هذه الخصلة؟ من قسوة القلب فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. فمن قسوة القلب هي علامة على قسوته، إذن هو أبعد القلوب عن الله فهو حسرتان. لماذا لا يبكي الإنسان؟ لماذا لا يتأثر؟ لأنك شديد في الحق. كان عمر أشد الناس في الحق، وكان في وجهه خطان أسودان من أثر الدموع رضي الله تعالى عنه، وكان في الحق شديدا رضي الله عنه. ما للشدة في الحق ورقة القلب ورحمته، بل إن صلاح القلب يؤدي إلى الشدة في الحق والرقة على الخلق. لماذا لا يسأل الإنسان نفسه؟ لماذا لا تتأثر؟ لماذا لا يقشعر جلدك ويرتعد قلبك عندما تسمع المخوفات وهاتان العلامتان من علامات أهل الصلاح والتقوى؟ الإنسان عندما يتأمل في حاله يجد نفسه بعيدا بعيدا جدا. أين أنت؟ لماذا لا تأتي؟ لماذا أنت بعيد؟ أقبل أقبل ولا تخف، ستجد الخير كله والبر كله والعطاء كله. أقبل على ربك، سيغفر الذنب ويمحو الخطيئة ويبدل السيئة حسنة.